السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. فيديو النهاردة معانا مشكلة في كبة كوميتال. الكبة اللي معانا ديت مشكلتها ان هي مش شغالة خالص. صحاب الكبة قالوا ان الكبة كانت شغالة كويس وبعد كده بدأت تضعف وبعد كده فصلت نهائي ومش شغالة معاهم خالص. تعالوا هنجرب الكبة كده قبل ما نصلحها ونشوف المشكلة في ايه، وبعد كده نشوف ازاي نقدر نحل المشكلة دي مع بعض. فاول حاجة هنجيب كده كهرباء ونبتدي نوصل الكبة بتاعتنا في الكهرباء ونجرب كده. هي فيها الزرار ده بيشتغل سرعتين، لو انت دوست بالراحة بيشتغل سرعة ولو دوست جامد بيشتغل السرعة التانية زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا مفيش اي سرعة خالص ولا في اي صوت للكبة، والكبة راكبة كويس. لازم تتأكد ان الكبة راكبة كويس اهو زي ما حضراتكم شايفين كده، مفيش اي استجابة خالص للكبة ولا صوت للموتور ولا اي حاجة. يبقى كده لازم اول حاجة كمان تتأكد منها ان عندك كهرباء واصلة. تعالوا هنجيب كده الكلامب وهنبتدي نشغل كده على الاي سي قياس الكهرباء كده. واضح معاكم؟ وهنبتدي كده نوصل زي ما حضراتكم شايفين. الكهرباء دلوقتي 230 فولت زي ما حضراتكم شايفين كده. يبقى مفيش عندنا مشكلة في الكهرباء والكهرباء واصلة، لكن مفيش استجابة زي ما قلنا. وكمان الكلامب اللي معانا ده ممكن نقدر نشوف ان في كهرباء واصلة هنا ولا لأ. اهو بيصفر معانا، احنا موصلين السلك، السلك اهو بيدينا ان في كهرباء اهو، وهنا ان في كهرباء واصلة لحد الكبة لكن هي مش شغالة. هنفصل بقى الكهرباء كده وهنبتدي نشوف ازاي نحل المشكلة دي مع بعض بإذن الله في فيديو النهاردة. بس يا ريت لو انت لسه ما اشتركتش في القناة انزل اشترك دلوقتي وفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول، سواء صيانة او بيع اجهزة. ويا ريت ما تبخلش علينا بدوسة اللايك عشان مهمة جدا في انتشار الفيديو ووصوله للناس. ويلا بينا عشان ما نطولش في فيديو النهاردة نشوف نحل المشكلة دي ازاي مع بعض. ودلوقتي اول حاجة عشان نبتدي نشتغل في الكبة اللي معانا دي، طبعا عشان نوصل للمشكلة لازم نفكها. فكل الشغل معانا هيكون في الجزء اللي فيه الموتور، طبعا الجزء ده مفيش مشكلة فيه. فهنبتدي اول حاجة نفك الجزء ده، الكفر ده، عشان نقدر نوصل لزرار التشغيل. وكمان هنفك الموتور ونشوف فيه مشكلة ولا لا. طيب هنا بيكون في طبة هنا بلاستيك كده بتكون مغطية المسمار اللي احنا بنفكه، ولكن الطبة دي في الاغلب مش هتعرف تطلعها بسهولة. فبنجيب مسمار كده، نستعمل مسمار ونبتدي نربطه هنا عشان نقدر نخلع الطبة دي، عشان بتكون مربوطة جامد ومضغوطة جامد اهو زي ما حضراتكم شايفين كده. بعد كده بنشيل المسمار، نفضل نحركه كده اهو، تطلع معانا زي ما حضراتكم شايفين كده. بعد كده بتلاقي مسمار هنا بتفكه. خلي بالك من طريقة الفك دي عشان في ناس كتير مش هتعرف تفك الكبة دي، او لو فكتها ممكن تكسرها. كده فكنا اول مسمار، هنبتدي نفك بقى. بص لو جيت شدته، مهما ان انت فكيت المسمار ده، لو جينا نشد كده مش هتتخلع معانا زي ما حضراتكم شايفين كده. طيب هتعمل ايه؟ هتجيب مفك عادة وهتبتدي تمشي مع الحرف بتاعه هنا لحد الاخر عشان هو برضو بيكون راكب كبس. تخلي بالك كده بالراحة، ايوه. بعد كده ايه؟ بترفع من هنا، تخلع معانا من هنا اهو زي ما حضراتكم شايفين. برضو ما تشدش الجنب التاني.
زي ما حضراتكم شايفين كده اتفك معانا. هتيجي ترفع هنا الزرار ده، مش هتشده برضو، لو اتشد هيتكسر. كل حاجة بالراحة كده هتتشال معاك. بعد كده تخلي بالك من السوستة دي، زي ما حضراتكم شايفين هنا ادي المفتاح بتاع التشغيل. هنا عندك مكثف او الكباستور. بعد كده تحت هنا عندك الماتور. الماتور ده عشان تفكه وتطلعه من هنا لازم تفك المسمارين اللي هنا دول. هحاول برضو اقرب لكم كده عشان يكون اوضح. اهو زي ما حضراتكم شايفين كده، هنا اول ما فكيت لاحظت حاجة. بص هنا كده السلك ده، سلك المفتاح مفصول من مكانه. طبعا ده يسبب عدم تشغيل الكبة ان السلك ده مفكوك، تمام. يبقى دي اول حاجة خدنا بالنا منها، لكن ضعف الكبة مش هو ده المشكلة. ده ممكن يسبب ان الكبة فعلا ما تشتغلش بسبب ان السلك مفصول، فالسلك ده مكانه ما هو يركب هنا، تمام. دي اول حاجة. طيب كده خلاص احنا نركب السلك ويبقى اتحلت المشكلة؟ اكيد لا طبعا. كده ممكن تتحل المشكلة لو الكبة هتشتغل، لكن لو ضعيفة فده مش هو ده المشكلة. لازم نفك الماتور عشان كمان شايف هنا سواد وفي ريحة شياط بالنسبة لي طلعة من الكبة دي، فلازم اطمن على الماتور الاول وانا فاكك كده. فهفك المسمارين دول. زي ما حضراتكم شايفين كده فكينا المسمارين. بعد كده هنيجي هنا وهنشد كده بالراحة. تخلي بالك ما تشدش جامد عشان الاسلاك. هتلاقي المفتاح ده طلع معاك، ده مفتاح التشغيل اهو، تمام. وادي الماتور، تمام. هنبص كده على الملفات بتاعة الماتور، هنشوف في اي مشكلة فيها ولا لا. لحد دلوقتي انا شايف ان الماتور كويس ومفهوش اي مشكلة. بعد كده هنبتدي نبص على الشربون، مش عارف هيكون واضح معاك ولا لا. زي ما انتوا شايفين كده الشربون كويس برضو، ولكن هنا في كمية كربون كتير جدا، فاحنا لازم ننظف كل الكربون اللي هنا ده عشان هيسبب مشكلة. فهتنظفه بايه؟ بصنفرة ناعمة. هنشوف نجيب دلوقتي الاول صنفرة. ادي الصنفرة زي ما حضراتكم شايفين كده، وهنيجي هنا هننظف. بص هنا اسود ازاي من الكربون. هنبتدي ننظف هنا بالراحة كده ونشيل كل الكربون عشان الموتور يشتغل معانا بكفاءة تاني والشربون يبقى شغال كويس، تمام. فعشان بس ما اطولش عليكم وقت الفيديو هنضفه وبعد كده هرجع لكم. ودلوقتي رجعت لكم بعد ما نضفنا كده وشلنا كل الكربون. زي ما حضراتكم شايفين بقى بيلمع ازاي، تمام. وتشال من عليه كل الكربون. هنبتدي نقفل تاني ونوصل الاسلاك بتاعتنا مظبوط بعد ما اتاكدنا ان الماتور ما فيهوش اي مشكله ونضفنا زي ما حضراتكم شفتوا كده. هنبتدي نركب كل حاجه تاني زي ما كانت. طبعا لازم نركب الزرار ده الاول مكانه. طبعا ما ننساش نوصل السلك اللي هو كان مفصول. بعد كده هنركب السوستة هنا مكانها. بعد كده هنركب الزرار كده، وهنبتدي نركب الكفر بتاعنا. ونربط المسمار. الكبة اشتغلت تاني بدون اي مشكلة، ويا رب كده نكون قدرنا نوضح لكم ازاي تحل المشكلة دي بخطوات سهلة وبسيطة. ويا ريت لو عندك اي استفسار اكتب لي تحت في التعليقات وانا هرد عليك بنفسي. ولو عندك اي مشكلة في اي جهاز كهربائي
خش عندي على القناة هتلاقي فيديوهات كتير جدا لحل مشاكل جميع الأجهزة الكهربائية والأجهزة المنزلية، ولو في عندك مشكلة ومش لاقي لها فيديو على القناة اكتب لي في أي كومنت وبإذن الله هحاول أتواصل معاك أحل لك مشكلتك أو أنزل لك فيديو لحل مشكلتك على القناة. بس يا ريت ما تنساش الاشتراك في القناة كدعم لينا، وأشوفكم في فيديو جديد في قناة أعمل بنفسك. سلام.